السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد جمال من قسم تكنولوجيا الميكانيكا. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على مديول 8. مديول 8 زي ما احنا عارفين بيتكلم على الصيانة، او حاجة ادفانسد شوية من الصيانة من مديول 4. وان شاء الله هنتناول النهاردة اول ليرنينج سيتويشن اللي هو بيتكلم عن التزييت عموما، واسمه لوبريكيتنج ليكج فروم ماشين، او حدوث تسريب في التزييت في ماكينة معينة. وزي ما احنا عارفين انواع الزيوت، اول حاجة هنتكلم عنها من ناحية هل هي زيوت مصنعة او زيوت من جاية من موارد طبيعية، وان شاء الله هنتناول الموضوع بالتفصيل. هندخل على تاني حاجة، وظائف الزيوت. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بس مش بالتفصيل في مديول 4، والنهاردة ان شاء الله هنتناول الموضوع بتفصيل اكتر. اول حاجة من وظائف الزيوت نقل الطاقة كما في الأنظمة الهيدروليكية. طبعا احنا تناولنا الموضوع ده في مديول 7، ان الزيت بنستخدمه او زيت الهيدروليك بنستخدمه في ان احنا ننقل بيه حركة. تاني حاجة طبعا تقليل الاحتكاك وتيسير الحركة بين الأجزاء الميكانيكية، وده من أهم المهام او الوظائف اللي احنا بناخدها في الماكينات عموما. تالت حاجة التزييت طبعا زي انظمة الجير بوكس والمحركات. رابع حاجة التبريد، واحنا عارفين طبعا زيوت التبريد اللي موجودة في الماكينات، تمام. خامس حاجة التنظيف لسحب الرواسب والملوثات، وده بنستخدم فيه التزييت عشان يمر في دورة السايكل بتاعته دي، بيطلع بيها بالرايش او بالحاجات اللي بتبقى موجودة جوه الماكينات. سادس حاجة اللي هو منع وتخفيف الاهتزازات الميكانيكية. طبعا احنا لما نقلل حركة او نقلل الاحتكاك قصدي، تمام، ده بيعمل تخفيف الاهتزازات اللي موجودة في الماكينات. سابع حاجة منع التسريب في الماكينات ومقاومة الصدأ. زي ما احنا عارفين ان بعض الزيوت بيبقى ليها خواص كيميائية معينة بتساعدني ان انا اقاوم، او ان انا ما يتكونش صدأ نتيجة ان انا عملت التزييت اللي انا عملته ده. السلايد اللي بعد كده بتتكلم عن خصائص الزيوت. طبعا في خاصية مهمة جدا في الزيوت ان هي تبقى مقاومة للضغوط زي اللي موجودة في الزيوت الهيدروليك، تكون بطيئة في تغيير لزوجتها. انا طبعا الزيت يعني انا بحاول على قدر الامكان ان هو لزوجته تكون مناسبة ليا. في زيوت لزوجتها لازم تبقى عالية، وفي زيوت بيبقى لزوجتها قليلة او منخفضة، فلازم أن يبقى تغيير الزوجة ده مش حاجة. لو انا محتاج لزوجة العالية ما ينفعش يبقى كل شوية بيتغير لزوجته بسهولة يعني. بعد كده تخفض الاحتكاك بين الجزيئات، طبعا دي من الوظائف المهمة جدا في الزيوت. تتحمل درجات الحرارة العالية، عشان طبعا فيها عندي الزيوت اللي بتتحط ما بين التروس وما بين الأجزاء المتحركة أو الحاجات اللي بيبقى فيها احتكاك عالي، ده بيتولد عن نتيجة الاحتكاك درجات حرارة عالية، فهي لازم تبقى تتحمل درجات الحرارة العالية دي. لزوجتها مناسبة طبعا، زي ما اتكلمنا، خالية من المواد الصلبة، يعني ما ينفعش عندي يبقى في زيوت فيها أي شوائب أو فيها مواد صلبة موجودة جواها. آخر حاجة هنتكلم عنها في خصائص الزيوت اللي هي ليها فترة صلاحية وعمر طويل. ما ينفعش أحط الزيت ويبقى مدته قصيرة، كل شوية اضطر ان انا افك المكنة او افك اجزاء كتير لغاية ما اقدر ان انا اغير الزيت اللي موجود فيها. هنتكلم بقى في انواع الزيوت. عندي انواع الزيوت، اول نوع الزيوت المعدنية، وده بينتج من مشتقات البترول وليه استخدامات كتيرة جدا. بس المشكلة في الزيوت المعدنية انه ليه 3 عيوب مشهورين جدا. اول نوع طبعا انه سام، فما ينفعش استخدمه في الحاجات اللي هي الغذائية. ما ينفعش اتعامل معاه باهمال او ما اخدش حذري منه. غير كده ان هو بيشتعل ويساعد على الاشتعال، يعني ما ينفعش احطه في اماكن فيها درجة حرارة عالية، او اماكن زي مثلا سكينة الفريزة او الاقلام القط. الحاجات دي طبعا ما ينفعش يقرب منها زيت زي كده، لان بيطلع شظايا من اثناء القطع، فده ممكن يعمل اشتعال. غير كده كمان ان البترول في مشكلة كبيرة ان هو طاقة غير متجددة، ومع العالم طبعا انتوا عارفين ان وضعية البترول دلوقتي قد ايه هو غالي، وغير كده كمان ان هو مش متوفر بسهولة يعني. الزيوت النباتية دي تستخدم في صناعة الأغذية والأدوية والحفاضات وبعض صناعات التعبئة. وطبعا من الحاجات المشهورة جدا في التزييت في الماكينات اللي هي بتستخدم في الأطعمة، زي من أشهر الحاجات اللي هي الحاجات أماكن تصنيع الجبنة والجبن والمواد والألبان عموما. وبيتم اللجوء للنوع ده بحيث إن هو يكون بديل للزيوت المعدنية اللي هي طبعا احنا اتكلمنا عنها وقلنا إن هي فيها مشاكل. طبعا كان هناك احتمال ولو ضئيل جدا باتصال الزيوت بالمنتج الغذائي أو الدواء أو غيره، ده المشكلة اللي موجودة في الزيوت المعدنية.
بتكلم بعد كده على الزيوت ذات القاعدة المائية، وطبعا ده حاجة من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الماكينات اللي هو زيت التبريد، وده زيت بيبقى عليه نسبة مياه او بضيف عليه نسبة مية، زي ما احنا عارفين ان النسبة دي ممكن توصل لحوالي 95% مية و5% زيت، وده اللي موجود في زيت بالفعل زيت اللي هو التبريد اللي بنستخدمه في الماكينات. واحد انواع احد اشهر هذه الانواع اللي هو زيت طبعا الووتر جلايكول. في السلايد دي انا هتكلم على الزيوت المصنعة او الزيوت المخلقة، وزي ما قلنا ان الزيوت دي بتتصنع على حسب رغبة او حسب الطلب نفسه، بيبقى ليها مواصفات خاصة، وعشان كده بيبقى فيه اضافات معينة. الاضافات دي بتساعد ان الزيت ده يكون مناسب للاستخدام، ومن ضمن المميزات المهمة بتاعته اللي هي قدرته العالية على الثبات والاحتفاظ باللزوجة في درجات الحرارة العالية. واشهر الامثله للزيوت المصنعه الزيوت الهيدروليكيه، ودي بتقدر تشتغل في درجات حراره بتتراوح ما بين سالب 15 درجه مئويه ل 80 درجه مئويه. الزيوت الحيويه وهي زيوت جديده طبعا، هي حاليا دلوقتي بديله لكل انواع الزيوت اللي احنا اتكلمنا عنها، لان هي بتحوي مواصفات كتيره جدا وبتبقى بديل مناسب لكل نوع من انواع الزيوت اللي احنا قلنا عليها. في السلايد دي انا هتكلم على قواعد اختيار الزيوت وكميتها. اول حاجة طبعا انا لازم ابقى عارف مقدار الزيت اللي انا احطه قد ايه بالنسبة للماكينة او مقدار الشحم، ما ينفعش ان انا احط بكميات غير محسوبة، لان كل مكان بحط فيه نسبة زيت بيبقى طبعا على حسب المصنع هو اللي قايل لي الكمية قد ايه. بعد كده طبعا التوقيت نفسه بتاع الزيت، ما ينفعش ان انا برضو اغير الزيت في اي وقت وخلاص، لازم كل ده بيبقى موجود جوه خطة الصيانة، وخطة الصيانة هي اللي بتعرفني وبتدلني على الوقت اللي انا بغير فيه الزيوت. بعد كده استخدام الزيت المناسب لكل ماكينة حسب المصنع. انا كل ماكينة كل في ماكينة مثلا بيبقى فيها درجات حركة عالية او حرارة درجة حرارة عالية، او في ماكينة فيها بيبقى انا محتاج ان انا حركة كبيرة، في الحركة طبعا بتبقى محتاجة لزوجة قليلة، اما درجات الحرارة العالية بتبقى محتاجة الزيت يبقى عنده امكانية لتحمل درجات الحرارة العالية وهكذا. فكل ماكينة بيبقى فيه requirement او qualification مطلوبة في الزيت عشان ينفذ المهام بتاعتها. تعرض الزيوت لحرارة عالية ده بيغير طبعا من لزوجتها، فأنا لازم لما يحصل تغير لزوجة الزيت أعرف إن في مشكلة عندي حصلت في الزيت، وفي الوقت ده إن أنا أقدر طبعا إن أنا أروح إيه أغير الزيت. بعد كده هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي معلومات السلامة اللي احنا لازم نتبعها طبعا عشان نحافظ على نفسنا ونحافظ كمان على الماكينة. اول حاجة من التعليمات دي ان احنا لازم نتوخى الحذر واحنا بنتعامل مع عملية التزييت في الفك وفي التركيب طبعا، بحيث ان احنا في اطرف بتبقى حادة، والاطرف دي ممكن تعورني او ممكن يعني تعمل جرح كبير واثناء وانا بفك او اربط عشان اعمل عملية التزييت او التشحيم. حتة ان احنا كمان ما ينفعش نعبث بشيء بدون خبرة، لان زي ما احنا قلنا في البداية ان في عندي بعض الزيوت بيبقى فيها نسبة تسمم، وفي حالة ان انا التسمم ده مثلا ان انا اكل او اشرب بايدي وهي مش مغسولة بعد ما استخدمت الزيت ده ممكن يعمل عملية تسمم. غير كده كمان لو ايدي فيها اي اصابة والزيت ده لمس الجلد او حاجة زي كده ممكن تسبب لي اضرار كبيرة. استعمال العدة المناسبة او السبيشال تول في فك وتركيب اي حاجة، ده حاجة مهمة جدا، ودايما من الحاجات اللي احنا بنشير ليها في الصيانة حتة استخدام العدة المناسبة في الفك وفي التركيب. حفظ ادوات العمل في مكان خاص وتجنب الدق عليها. طبعا كل حاجة زي ما احنا قلنا بيبقى ليها مكان بتتحفظ فيه، ادوات العمل عموما الادوات بتاعة الصيانة اي شيء لازم يبقى ليه مكان مخصص بتاعه وبتتحفظ فيه. بعد كده عملية الطرق على الاجزاء اللي بتبقى محتاجة طرق، طبعا لازم انا استخدم الجاكوش المناسب او الشاكوش بتاعي يبقى المادة بتاعته تبقى اطرى من المادة اللي انا بدق عليها، لان طبعا ما يحصلش عندي تشوه. يعني انا مثلا لو بدق على الحديد قلنا احنا ممكن ندق بشاكوش نحاس او شاكوش ممكن رابر، بحيث ان هو الحاجات دي بتبقى ما مش هتعمل لي زي تشوه في المادة او هتأثر لي في الخواص بتاعتها. بعد كده طبعا انا بعد ما بستخدم العدة اللي انا استخدمتها طبعا لازم ارجعها لمكانها
والعدة تبقى بنظفها وبرجعها بمكانها بحيث ان هي تبقى بشكل سليم، بحيث ان انا اقدر استخدمها بعد كده من غير ما يبقى العدة فيها اي مشكلة. لازم طبعا وانا شغال في احيانا بيحصل في تطاير حاجات، فاخد بالي لو في مشكلة زي كده لازم ابقى طبعا لابس النظارة الواقية بتاعتي اللي انا بستخدمها اثناء التشغيل. لما باجي اركب الكرسي بتاع البيلي او الرمان بيلي بتاعي طبعا الموضوع ده بيبقى في سبيشال تول بتاعته، واحيانا بستخدم زي كرسي خشب كده او حاجة خشب بدق عليها عشان اثبت او اكبس رمان البلي بتاعي بشكل سليم. وطبعا لازم اخد حذري بحيث ان انا ممكن ارتدي درع واقي بحيث يحصل كسر في الكرسي ده، وطبعا يحصل بحصرة للبلي الموجودة جوه رمان البلي. اثناء ما بشيل حاجات في حاجات بتبقى تقيلة اتقل من قوتي القوة البدنية، ودي طبعا لازم اخد حذر منها ان انا يا اما اخد مساعدة من حد معايا او استخدم وينش او اداة رفع تكون مناسبة للوزن بتاع الحاجة دي. رقم 10، لازم طبعا اخد حذر الدائم اثناء العمل وخصوصا اثناء دوران الالات. يعني من الحاجات المهمة جدا في الصيانة ان انا اتاكد ان المكنه بتاعتي لازم تبقى مطفيه وانا بعمل صيانه، واحيانا ممكن تعمل حاجه معينه يبقى ينفع المكنه تبقى شغاله فيها ولان ده غير محبذ، بس اخد بالي من دوران الالات في خلال ما انا بعمل اي اكشن من الحاجات بتاعت الصيانه. انا بشكركم جدا على ان انتوا يعني كنتوا مركزين معايا في الدرس ده، وباذن الله الجزئيه التانية من الدرس قريب جدا ان شاء الله هتبقى جاهزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.